هذه أزمة المدخل الشمالي لمدينة أريحة، أزمة خانقة من 4 ساعات أنتظر على الحاجز، يعني بدون أي تقدم. أزمة خانقة على المدخل الشمالي لمدينة أريحة، يعني إغلاق شبه تام. كل ساعة تقوم قوات الاحتلال بتمريك سيارة أو سيارتين على الأكثر. أزمة خانقة على الخارج من مدينة أريحة، المدخل الشمالي. لا لا، على الخفيف على الخفيف. هسه وصلت الحاجز ورجعت. كل ساعة بدخلوا سيارتين ثلاث مطارة، دخلوش سيارات. الأزمة لورا ورا يا إخوان، شوفوا يعني بصراحة وضع مأساوي. أنا قالي حي الله. I'm
انا يا رضوان بدنا ننام هنا الليل. بس هذا منيح ما بيك في سحور. كيف صايمين؟ ايوه البوس. إذن هذه يا إخوان أزمة المدخل الشمالي لمدينة أريحة. أزمة خانقة جدا، مجندتين على المحسوم، موقفة جميع الضفة الغربية بالانتظار. منذ أكثر من 3 ساعات حركة السير كما هي دون أي تقدم ملحوظ. إذن المدخل الشمالي لمدينة أريحة للخارج من المدينة إغلاق كامل. شوف منظر، رمنا على منظر. ولا عليكم قلبك معنا على راس. مساء الخير للجميع. هنا المدخل الشمالي لمدينة أريحة مغلق إغلاق شبه كامل، والمركبات عالقة في مواقعها. حسنا، حتى الآن هذه هي الصورة على المدخل الشمالي لمدينة أريحة، إغلاق شبه كامل للطريق منذ أكثر من 4 ساعات. لم يقوموا بتمليق إلا بعض السيارات. سنقوم بتزويدكم بأي معلومات جديدة أولا بأول إن شاء الله. حتى الآن هذه هي الصورة، المركبات عالقة منذ ساعات.
أي تطورات جديدة نديكم في الصورة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.